عرفت سوريا على مر الأزمان بعراقة الحضارات التي مرت عليها، وتناقلت الأجيال الحضارة والثقافة والتراث جيلا بعد جيل. ومع دخول الحرب عامها السادس، فإن كثيرا من الأطفال السوريين لم يتعرفوا على تلك المعالم، وعليه أقام معلمو وطلاب مدرسة اقرأ للاجئين السوريين في تركيا معرضا للتعريف بأصالة التراث السوري، فضلا عن تجسيد بعض المعالم الأثرية. نتابع البقية مشاهدينا مع مراسلنا مصطفى جمعة. موسيقى للتراث السوري القديم تطرب آذان زوار المعرض التراثي السوري في مدينة كرخان جنوب تركيا. لوحات ومجسمات تعكس الثقافة السورية القديمة وتسلط الضوء على أصالة التراث السوري وتبرز جمالية الفلكلور السوري الأصيل. أما عن المشاركين في المعرض فهم مدرسون وطلاب من مدرسة اقرأ للاجئين السوريين في تركيا. قدمت مدرستنا مشان نعمل أشياء بسيطة، واليوم أنا عملت هاي وحاولت أكثر من مرة بس فشلت، بس رجعت أعمل وعرفت شلون أعملها، وأهلي والمدارس كلياتها شجعوني مشان أعملها. هي عبارة عن حارة شامية من حارات الشام، أنا عملتها يعني لتذكير بسوريا كيف كانت سوريا قبل الحرب، وللتعريف الأتراك هون خاصة بالتراث السوري. كمان في نحن عنا فئة الأطفال هنا يمكن ما بيعرفوا الحارات الشامية القديمة، فكمان حبيت أعرفهم كيف هي سوريا. نحو 150 عملا تراثيا وأثريا وأشغالا يدوية من شأنهم تعريف الزوار من عرب وأتراك بعراقة المعالم الأثرية والقيم الحضارية السورية، فضلا عن إظهار قدرة المشاركين في نقل طابع إيجابي عن بلدهم الذي تجتاحه الحرب. واستقبل المعرض في يومه الأول نحو 1300 زائر أبدوا إعجابهم بهذا المعرض على اختلاف محتوياته. نلاحظ هنا الخيمة التراثية السورية التي تتوسطها القهوة العربية الشهيرة والمطبوخة على موقد الفحم، وهذا المنظر الملفت وغيره يعني أنه ثمة اشتراك بين تراث البلدين، ويظهر التقارب الشديد بالعادات والتقاليد. ولم يكن هذا المعرض ليحقق نجاحا ملحوظا لولا تضافر جهود القائمين عليه وتحفيزهم للمعلمين والطلبة على حد سواء. إبداعاتنا، فكرنا، وجسرنا هذا الموضوع ضمن الأمور التراثية، الآثار الهامة في سوريا، فكانت يعني لاقى إحسان الحمد لله ولاقى قبول جماهيري كبير بفضل الله. تعبنا لفترة شهر طلاب ومدرسين وإدارة. تتطور فنون الإنسان مع تقدمه بالعلم، وهذا ما يركز عليه معلمو هذه المدرسة. ففي هذا المعرض وكأنك تستكشف التراث والفلكلور السوريين، تنقلك لوحاته ومجسماته بين معالم سوريا واحدا تلو الآخر. مصطفى جمعة، أخبار الآن، مدينة كرخان جنوب تركيا.